هذه الندوة هي جزء من الإعداد للمؤتمر العاشر للنهضة، وهي تنصب أساسا حول ما سميناه الانتقال الاقتصادي، باعتبار أن بلادنا حققت انتقالة سياسية ناجحة بل استثنائية في العالم، واليوم تواجه تحديين: تحدي أمني، نحن نترحم على شهداء الحرس، شهداء الأمن، شهداء الجيش والمواطنين الذين استشهدوا في مواجهة تحدي الإرهاب. التحدي بعد ذلك الذي يواجه البلاد وهو مرتبط بالتحدي الأمني هو التحدي الاقتصادي. نحن نحتاج إلى نقلة اقتصادية تجعل من تونس الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها وتراثها وأحلام شبابها، تجعل تونس قطبا اقتصاديا كبيرا، هو جسر بين الشرق والغرب، بين أفريقيا وبين أوروبا والعالم العربي. تونس عندها مؤهلات كثيرة لأن تتحول إلى قطب اقتصادي يحقق معجزة اقتصادية، يعزز ديمقراطيتنا، ويشهد أن تونس كما نجحت في الانتقال السياسي وبنت ديمقراطية وثورة هي مؤهلة إن شاء الله، وفي أفاقها موعودات كبيرة بالقضاء على البطالة، بالقضاء على كل مظاهر الفوضى والعطالة، وإعادة الاعتبار للقيم، إعادة الاعتبار لقيمة العمل وقيمة النظام وقيمة النظافة والإنجاز والمردودية، بديلا عن عقلية مسمار في حيط. التوانسة معظمهم الآن كلهم يبحثوا على مسمار في حيط، يبحث على وين يرسكي قاعة هكا ياخذ من حتى ولو مرتب 200 دينار متاع حظاير وهو مريح. لازم نجاوزوا العقلية هذه، نتمردوا على عقلية المسمار في حيط، ونشجعوا ثقافة المبادرة والإنجاز والإبداع، الإبداع في التعليم والإبداع في الصحة والإبداع في عالم الاتصال والتكنولوجيات الحديثة. فلابد من ثقافة المبادرة وتشجيع الشباب على أن يبدع، والحقيقة الشباب التونسي مبدع، وقت اللي يمشي للعالم نلقاه يبدع. لماذا لا يبدع هنا؟ نحتاج إلى إزالة العوائق الإدارية، ثم عوائق إدارية، ثم إدارة مكبلة، ثم قوانين بالية، ثم عطالة وروتينية شديدة. ولذلك نحتاج إلى تشجيع شبابنا على الإبداع وعلى المبادرة وعلى التفوق، وما توليش مؤسساتنا كأنها تكية وإدارتنا كأنها تكية. نحتاج إلى يقظة ونهوض وربط الاقتصاد وربط الربح بالمردودية، تخدم تلقى، ما تخدمش ما تلقاش، إلى جانب ضمان توفير الضمانات الاجتماعية. كل مواطن تونسي لازم يتوفر له الصحة، لازم يتوفر له التعليم، توفر له المواصلات، ولكن ينبغي أن نربط بين ثقافة العمل والمردودية وبين ما سميناه نحن الاقتصاد الاجتماعي. نحن اقتصادنا ماهوش من نوع نموذجنا، ماهوش الليبرالية الفوضوية والجامحة والمتغولة، وإنما نريد اقتصاد في خدمة الشعب وفي خدمة الضعيف وفي خدمة الشباب وفي خدمة النساء. هذا هو تقريبا حول ما دار النقاش حوله النقاش. أنباء عن تعليق اجتماعات تنسيقية الائتلاف الحاكم وأزمة جديدة، وأنتم البارح قمتوا بدور وساطة يعني بين اتحاد الوطن الحر ونداء تونس، والأزمة هذه وين باش توصل وشنو موقفكم من هذا؟ الائتلاف متواصل، الائتلاف الحاكم الائتلاف متواصل، والبارحة كان لي لقاء مع الأخ سليم الرياحي حول ما أشيع من أنه يعتزم الانسحاب من الائتلاف، أكد لي أن الأمر ليس كذلك، ولكنه مستاء من قبول بعض نوابه في لائحته في كتلة النداء، مما هو مخالف ما اتفقنا عليه في الأسبوع الماضي من أن
نواب حزب من أحزاب الائتلاف لا يلتحقون بحزب آخر من أحزاب الائتلاف إلا بإذن، ولكن حصل على كل حال ما حصل، وهناك اتجاه إلى إصلاح الأمور، بحيث أكد الأخ سليم بأن الائتلاف متواصل وأنه سينبه زملائنا رفاقنا في النداء إلى أن هذا الفعل، إلى أن قبول بعض نوابه ليس مشروعا، وبالتالي فهذا الأمر قابل للإصلاح. شيخ راشد، يعني قريبا تعيش الحركة على وقع المؤتمر العاشر، حبينا نعرف الفكرة على تنظيم الهيكل لهذا المؤتمر. قيل الكثير عن هذا المؤتمر، عديد التغييرات، وهناك تغييرات مقصدية. هناك تنسيق يجري بين لجنة الإعداد للمؤتمر وبين الأجهزة الأمنية التي ترعى هذا المؤتمر، وتنسيق بين أيضا على صعيد ولاية بن عروس مع ولاية بن عروس والإخوة القائمين على هذا الأمر. نحن نتوقع أن ينجز هذا المؤتمر على أحسن وجه إن شاء الله. خطوط العريضة لهذا المؤتمر، يعني كثير حول هذا المؤتمر يتضمن جملة من اللوائح، تطرح عليه جملة من اللوائح، لائحة تقييمية ولائحة مضمونية ولائحة اقتصادية اجتماعية وجملة من اللوائح الإصلاحية، خاصة اللائحة السياسية. ما هي أهم علاماتها على الأقل اللي لم يقال عنها ولا شيء؟ اللائحة السياسية لم يقع فيها اختلاف كبير، لأنه هناك توافق عام داخل النهضة حول سياسة التوافق، بحيث هي استمرار لسياسة التوافق التي انتهجتها البلاد وانتهجتها الحركة، وكان لها إسهام كبير في إقرارها ومواصلتها. القدس تخصص سياسي شيخ، على مستوى التخصص نحن سياسة المشاركة، إذن نحن سياسة التوافق والسياسة التشاركية ودعم الائتلاف الحاكم، هذا هو الخط السياسي العام. التخصص فيما يتعلق بالتخصص في انتقال الاستراتيجية نعم، هذه من أهم اللوائح، لائحة ما سمي لائحة إدارة المشروع أو تصريف المشروع، والأمر يتعلق بنوع من التخصص، بنوع من التفرع، أو نستطيع أن نقول بفك الارتباط التنظيمي الوظيفي بين المهمة السياسية والمهمة الدعوية. فك ارتباط، الحركة الآن هي حزب شمولي نمت، حققت الحركة نمو وخاصة بعد الثورة، فآن الأوان لأن ندخل مرحلة التخصص. الحزب السياسي يتخصص في السياسة، في إدارة الدولة والجوانب الأخرى من المشروع الإسلامي، الجوانب الدعوية والجوانب الخيرية والثقافية والشبابية، هذه كلها تنفصل بالكامل وتعمل في إطار المجتمع المدني كجمعيات، وهذا ما يفرضه الدستور أصلا. الدستور يمنع الجمع بين مهام قيادية في حزب سياسي ومهام قيادية في جمعية من جمعيات المجتمع المدني. نحن لا يسعنا أن نعمل في السرية، يعني أن يسعنا أن نحترم القانون، لا يسعنا إلا أن نحترم القانون الذي وضعناه نحن. هذا يعني التخلي عن وثيقة التجربة التونسية تدرس أيضا في الخارج. الشيخ لو تحدثنا عن الموضوع هذا، محاولات الإجهاض التجربة ومتدريس. لا شك أن عندما نتحدث اليوم عن استثناء تونسي، معنى ذلك أن المشهد السياسي في العالم العربي ليس ملائما لهذه التجربة، ليس ملائما، وفي أحيانا يقاومها لأنه يخشى أن ينجح هذا النموذج فيمثل إغراء، فضلا على وجود قوى أيضا عربية ودولية قلقة أقل شيء من هذا النموذج ولا تريد له النجاح. هناك ورقة جديدة مقدمة، الورقة المضمونية هي ورقة جديدة وليست هي الورقة القديمة، يعني مش يتم طرحها في المؤتمر. سيتم طرحها في المؤتمر.